في قاموس الجمال لا يقتصر التجميل على النساء فقط، فهنالك رجال تحت مشرط التجميل باحثين عن مظهر أجمل لتعزيز الثقة بالنفس والتخلص من بعض المشاكل الجسدية التي تعيق حياتهم اليومية. الكرش ما أنا أحس إنه فشي مو طبيعي بجسمي، ودا أرد أسوي، وعندي شغلات بوجه ما أسويها، يعني أنا أحب الاهتمام بالبشرة. في هذه العيادة التي تقع وسط العاصمة بغداد يعمل فريق من الأطباء مختصين بجراحة التجميل والاستشارة، وبحسب قولهم يأتي العديد من الرجال لإجراء عمليات تجميلية جراحية، بعضها يتعلق بمشاكل السمنة فضلا عن عمليات الأنف وقص الأجفان وحتى تجميل الأسنان لتحسين المظهر الخارجي نحو الأفضل. احنا ما نقدر نحصر هذا الموضوع ونقول انه يعني الرجال يعني نربطه انت مثل ما انت وصفته بالتجميل، طبعا هو كل واحد له اسبابه، مو شرط انه يكون جاي يجمل نفسه، ممكن يكون عنده مشاكل، يعني مثلا اللي عنده مثلا مشاكل، يعني ابسط مثال خلينا نجي نحكي بموضوع العمليات، مثلا اكو واحد مثلا يعاني من تهدد الاجفان مثلا فيحتاج عمليه قص اجفان، واحد مثلا يريد يحسن من مظهره، يعني مو عيب انه واحد يقدر يحسن من مظهره، مثل ما انت تهتم بلبسك، تهتم بشعرك، تهتم بعطرك، ممكن تهتم بنفسك وتهتم ببشرتك. ماكو شيء حصرا بالنساء، من حق الرجل ايضا انه يكون حلو، من حقه انه يشوف نفسه حلو او يسوي شيء يشوف نفسه انه ممكن هذا الشيء راح يضيف لي جماليه اكثر. يعني احنا كنا حلوين طبعا، بالتجميل راح نكون بعد احلى. التجميل خصوصا بما يخصني أنا كأسنان هو ليس حصرا بالنساء فقط، بالعكس غالبا ما الرجال حاليا هواية إقبال عندي، دا أشوف خصوصا على الهوليود سمايل، على التعويضة الثانية اللي هي ما تسمى بالدايركت فينير أو الاندايركت فينير اللي هي بديل للهوليود سمايل. أغلب الرجال دي يسووها لأنه حلوة، لما تكون ابتسامتك حلوة تعطيك ثقة أكثر. إقبال الرجال على عيادات التجميل ربما لا يقارن بإقبال النساء، لكنهم في النهاية كسروا قواعد التقليد الذي حصر التجميل على النساء دون الرجال كما يرى بعض الشباب. مصطفى أكرم، حديث بغداد، MBC العراق.